السلام عليكم الاخوان، كنشكر الحضور الكريم، رؤساء اعضاء مكاتب الجمعيات، المنخرطين ديالنا، منخرطين جمعيات الدار البيضاء وجميع الاقاليم المغربيه، الاخوان اللي تكبدوا علينا التنقل، لهم جزيل الشكر. الحضور ديالهم شرف لينا كبير، شرفنا وشيء كنعتز به وكنفتخروا به. كنشكر الاخوان اللي لقاو الكلمه، الاخوان اللي لقاو الكلمه، يعني شيء كبير كيشرفنا وتاج فوق راسنا، كنشكرهم بزاف، لان مسائل يعجز اللسان عن الوصف ديالها. اليوم هو حفل تتويج ابطال ديال 2015، ابطال اللي حققوا انجازات كبيره على صعيد الجمعيه الحي الحسني وعلى صعيد الدار البيضاء في اطار العصبه الدار البيضاء. كنعطيهم التحيه وكنقدروا المجهودات اللي كيقوموا بها. انا بالنسبه ليا هو حفل تتويج ماشي غير الابطال الفائزين، ولكن جميع المنخرطين ديال جمعيه الحي الحسني، المنخرطين اللي كنلقاو فيهم الصدق، الوفاء، العمل، الانضباط، الالتزام. هادشي ما يمكن الا يكون حافز لينا باش نعملوا اكثر، والمكتب الشاب اللي كيسهر دابا على الجمعيه ما يمكن الا يزيد قدام امام هاد المنخرطين. شكر كبير وخالص العناصر اللي كتشكل المكتب، اخ ساقي عبد الله، سفيان الغزالي، اخ برناك، اخ خالد، اخ عبد الرزاق محبوب، مرافقي الحمام، اخ ياسين الحيان. يعني مكتب شاب كله حيويه، كله نشاط، كيوعد بالمزيد والاستمراريه. المساله اللي كيتصف بها او اللي كيتجلى بها هي الصدق، الامانه، الاخلاص والتضحيات. يعني تضحيات كبيره، يكفي ان نذكروا الحي الحسني هذه لمده سنتين جميع المسابقات النتائج كانت كتخرج في نفس اليوم ديال المسابقه. يعني شيء كبير ما يمكنش نتخيلوه، عمل كبير والتزام حتى ديال المنخرطين، لان المنخرطين كاملين كانوا كيجيبوا لنا لي كونستاتور ديالهم في اخر يوم. يعني هذا التزام وانضباط وتضحيه، وكنشكر مره اخرى المنخرطين اللي ما كيبخلوش علينا بالاراء ديالهم، بالنقد ديالهم، بالافكار ديالهم. دونك حتى حنا غنبقاو مجندين امام هذه الجمعيه اللي كنبغيوها وكنغيروا عليها وكنفتخروا بها، لان عطات واحد الاشعاع وعندها واحد الصوره وواحد الصيت في الدار البيضاء شيء نفتخر به. كنشكروا الاخوان. هذا فيما يخص جمعيه الحي الحسني. الحديث على مساله الهوايه ديال الحمام الزاجل او حمام السباق في الدار البيضاء، ما يمكنش تعطينا الفرصه اننا نقولوا كلمه ونتجاوزوه يعني بدون ما نبداو الراي ديالنا فيه. نعم، هو المقام مقام حفل لا يستدعي اننا نتكلموا على التفاصيل. العصبه تاسست هذه السنه اطار بعد ما كان اتحاد الدار البيضاء، وكان اتحاد الدار البيضاء قرروا الجمعيات باش انهم يتوحدوا في اطار واحد. نعم، شيء جميل التوحد، ولكن ما بعد التوحد، يعني ما بعد نشأة العصبة. إلا قلنا راه كلشي مزيان راه كنكذبوا على راسنا، معكم صراحة وصريح. كاينة خطوة الأولى دارت أن الجمعيات أسست هذه العصبة، العصبة تأسست بفضل الجمعيات. يعني كانت مبادرة ديال بعض الإخوان، ولكن راه العصبة تكونت بفضل الجمعيات. إذا العصبة خاصها تعرف البرنامج ديالها وفي المشروع ديالها خاصها تعطي الإضافة لهذه الجمعيات ولهذه الموانئ. غير ذلك راه حنا غنبقاو نعيشوا في نفس المشاكل اللي كتكرر هاد السنين. اذا لا كنا غير غنشكلوا اطار من اجل اطار، راه ما غنتقدموش. الا كاين شي عمل وشي اضافه راه حنا غنزيدوا. ما كانش هاد المسائل راه حنا غنبقاو براسنا. الا ما كانش اضافه، لان هذاك المنخرط ولا هذاك الهاوي في واحد الجمعيه خاصو يحس بالاضافه ديال العصبه. اما غير لا كنا غنشكلوا الاطار، راه حنا العام اللي جا غيبقانا كنشكلوا في اطارات. هذا العام العصبه غتخدم واحد عامين ثلاث سنين، عام اخر تشكل عصبه ولا شيء. يعني المشاكل في عوض ما كتحل كتزيد كتفاقم. لا يكفي اننا نتوحدوا في اطار، خصنا هذاك الاطار يكون وسيله وليس غايه. يعني الاطار هو الوسيله باش نحلوا المشاكل، مشاكل ديال النقل، مشاكل البانياس، مشاكل ديال الكونستاتور، مشاكل ديال الكونفويور. البروغرام نفسه العام اللي جا كنلقانا كنعاودوا نفس البروغرام، نناقشوا بنفس الطريقه. كاين مشاكل عده الاخوان، ذكروا على المشاكل الماديه اللي ربما كتشكل حاجز. انا لا اعتقد ان المشاكل الماديه
في إطار اللي كيتكون من 30 أو 40 شعبية غتشكل حاجز. يعني يكفي أننا نقول أننا إطار عندنا 30 شعبية راه قوة كبيرة. خاصنا نقلبوا على مستشارين، خاصنا نقلبوا على دعم مادي، وخاصنا نعاونوا الجمعيات ونعطيهم إضافة ونعطيو إضافة كذلك للملوك. هذا فيما يخص الوضع الآن. مرة أخرى كنشكر الإخوان اللي سهروا على تنظيم هذا الحفل، أخ ساقي والمكتب ديال الجمعية، وحنا فخورين بكم وفخورين بالمنخرطين ديالنا والأبطال ديالنا، وكنتمناو حتى هما نكونوا عند الحصن ديالهم. كنشكر مرة أخرى الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. مع كل ما لنائب رئيس جمعيه الحي الحسني الاخ غلفان. شكرا للاخ في هذا سمير غلفان الكلمه الطيبه جمعيه الحي الحسني. وهذا نعود الى مسابقه مدينه العيون الرتبه السادسه. انا تقرص بالعصبه الدار البيضاء الكبرى لحمام. عادت للبطل بلوك خميم الزهر مره اخرى ومع حفل اخر في امر الله، يقدم له هذه الجائزه الاخ